لابد أن يجتمع في من تريد أن تعلمه عقل وإيمان يستطيع معه أن يحمل ذلكم العلم الذي تريده. لكن إن كان من أمامك لم يبلغ هذه الدرجة في العقل وليس له من الإيمان ما يمكن أن يحمل معه علما كبيرا، فلا يجوز أبدا أن تلقنه علما أكبر من عقله، فينجم عن ذلك مضرة على الناس. وأنا أذكر لكم شيئا وقع لي. كنت أسكن في حي أمام مسجده مساحة من الأرض، وكان فتية الحي يلعبون فيها في أيام الإجازات مثل هذه، يلعبون ليلا. فوقع ذات مرة أن خسف القمر، وبوصف إماما للمسجد جئت أصلي بالناس الخسوف، وهم هؤلاء الذين يلعبون مسلمون. فلما سمعوا صلاة الخسوف والداعي لها توقفوا وذهبوا إلى مكان الوضوء يتوضوا، ثم صلوا معنا بجملة من يصلي. ثم بعد أن فرغت الصلاة كما هي السنة أخذت أعظ، فهؤلاء الفتية تأثروا بالوعظ وأنا واقف وأراهم، وتراء التأثر في أعينهم وهم بلباسهم الذي يخرجون به عادة. فأنا عندما رأيت تأثرهم غيرت الموضوع وخرجت به من العظة إلى الفقه، نحوت به منحا آخر ثم فرغت من الحديث. فجاءني أحد الفضلاء الناصحين في الحي، قال: يا أبا هاشم، ما كان مفروض تغير؟ نحن فرحنا أن الشباب الفتية بدأوا يعني يتفاعلون معك. فقلت له: إني غيرتها عمدا، هؤلاء لا يحملون من العلم ولا من العقل هذه المنزلة، يعني هذه الشحنة، صح التعبير، هذه القذفة الشحنة من الإيمان، لأنه لو أخذها غير مقرونة بعلم سيأتيه من يوظفها لما يريد. لا بد أن يكون العلم مقترنا بالإيمان. لكن إن خرج من عندي وهو يريد أن يفعل أي شيء، لو جاءه أحد قال له إن أباك فيه كذا وكذا معصيتين صغيرتين تبرأ منه، لما أورث من إيمان أقوى مما يحتمله عقله، تبرأ من أبيه، ويقع منه على مجتمعه أو على أمه أو على أبيه ما يجعله لا يفقه كيف يمشي. ولئن يخرج هذا ثم مع الأيام يكبر إيمانا وعقلا وعلما، خير من أن أتحمل في ذمتي أني حملته ما لا يطيق حتى يقول الناس فلان أثر أو فلان لم يؤثر. لا بد من الرحمة بمن تخاطبه، وأن تتقي الله جل وعلا فيه، وليس كل أحد يمكن أن تقيسه على نفسك. يوجد من هو أرفع منك وأعلى علما وإيمانا وأقدر منك على تحمل ما لا تطيقه أنت، ويوجد من هو أدنى منك. فمراقبة الله تقتضي أن الإنسان في كل أحواله إذا تحدث إذا تكلم يستصحب ما قاله الله جل وعلا في كتابه، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. والسيرة العطرة لمن تأملها في هذا الأمر على وجه الخصوص يجد مرتعا خصبا، بل ربما وجد مرتعا أنفا لم يسبق أحد.